بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا دعاة محبة ووئام وسلام يا رحمن يا حنان. الآية اللي متعرضوا لها الآن رأي ذكرناها في السابق وتبسطنا في التعريف بها، لكن فذكر أن ذكرى تنفع المؤمنين كما قال رب العالمين جل جلاله وعما نوال. مثلوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا استدير إنو شاس كل ديزوردر دو لأمة فمونت لتروب لتتارا pour que la nation s'affaiblit et se dissipe et disparaît. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، صدير توجو الشرش لتروبل الشرش لديسكورد اتسيترا برمي لمسلمون لا يألونكم خبالا ودوا معنت، يعني توجور إلى سو رجويس دو فوتر انفورتون لسكو إيا أروفير ميليتار بار إزامبل ou une diminution du nombre des musulmans, vu les massacres voulus et réalisés par Bani Umayya et les Abbasides après, sous le contrôle maléfique des gens des Écritures. Naoud, Inch'Allah.